ليلى، وباش نعطيكم السهرات تنجموا تستمتعوا بها. وحمد لله اللي رجعنا ورجعت فينا الروح باش نجموا نمشيو نتفرجوا كيما مستانسين في مهرجان مدينة ونتفرجوا في دي سبيكتاكل يذكرونا. فوالا كلمة مهرجان مدينة ذكرنا جوستومون برمضان. المرة هذه في إطار آخر باش ناخذوا معنا سي محمد الهيدي جويني، هو مدير مسرح الأوبرا. مرحبا بيك، صحة شريبتك. مرحبا بيك، شكرا ليك، صحة شريفتك. مرحبا لك ولك علي وكل المستمعين. مرحبا. برمجة خاصة بنصف الأول لشهر رمضان باش تبدأ نهار الجمعة الجاي نهار 6 أفريل، ومتواصلة باش تكون متواصلة حتى نهار 24 أفريل، سي صح؟ نعم، شكرا ليك. الحمد لله بعد الجائحة بتاع كورونا وتوقف الأنشطة الثقافية خاصة بالنسبة لشهر رمضان المعظم يتحقق هذه السنة، والحمد لله بعد تحسن الوضع الصحي ارتأت إدارة مسرح الأوبرا والأقطاب الفنية بإشراف وزارة الشؤون الثقافية على أنه تقدم مجموعة من البرمجة الثقافية. البرمجة هذه هي باقة ثرية الحق من العروض الفنية والمسرحية. بالأساس نسبة كبيرة تؤثرها مجموعة من إنتاجات الأقطاب الفنية لمسرح أوبرا تونس، والحمد لله أنه مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة أصبح ينتج العديد من إنتاجات ثقافية، سواء كان في قطب الرقص والكوليغرافيا، أيضا قطب الموسيقى والأوبرا، وأيضا قطب المسرح. في الحقيقة البرمجة تنطلق إن شاء الله يوم 6 أبريل 2020 انطلاقا من الساعة 10 مساء بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. الفكرة هي شديريك المسلسلات التونسية للأوركسترا السيمفوني التونسي، يعني مجموعة من الجينيريك لبعض المسلسلات التونسية نوستالجي معناها. نعم نعم، مش يقدمها الأوركسترا السيمفوني التونسي. إن شاء الله معناتها هو إنتاج جديد للأوركسترا. موسيقى فقط وإلا فما موسيقى وبعض الأصوات الفنية والأداء بطبيعة الحال شكون باش يكون فيها؟ يأمنها الأوركسترا السيمفونيك التونسيان. نعم والكور اللي هو مجموعة أصوات أوبرا تونس. في الحقيقة الفكرة بقيادة رأس المقدم ومحمد علي شبيل ونجاة النيس وأحمد الرباعي في الأصوات اللي باش أسسها، إلى جانب الكورال الوطني. وتعرف اللي منذ مدة تم إنشاء كورال وطني يضم حوالي 100 صوت. هم يمثلوا مجموعة من الأصوات الشبابية، سواء كان اللي طلبة اللي دارسين بالمعهد العالي للموسيقى بتونس أو المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وبعض الأصوات الأخرى الشبابية، إلى جانب كورال الأطفال سيدي سامي اللي مش تكون موجودة في هذا العرض، أيضا الفرق الوطني بعض العناصر الفرق الوطنية للموسيقى. فما مراوحة أي سمحني تفضل أي تفضل سي محمد. بالنسبة لي نحن في قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة تكون من مجموعة من يعني الأقطاب الفنية اللي موجودة، سواء كان الفرق الوطني الموسيقى أو الأوركسترا السيمفوني أو مجموعة أصوات كورال تونس وأيضا بيت الملوف. هذه معناتها مجموعات هي موجودة وبعض الفرق الوطنية اللي عندها تاريخ موجودة ضمن قطب الموسيقى والأوبرا بمسرح أوبرا تونس. وين قدامي البرمجة فما مراوحة زادة ما بين العروض الموسيقية والمسرحية؟ نعم، هو في الحقيقة أردنا أنه الكل يعني كل الإنتاجات للأقطاب الفنية تكون متواجدة وبعض المساهمات. خليني نكمل لك البرنامج. فما أيضا عرض شرق 22 لشادي القرفي. في الحقيقة هذا العرض فيه مراوحة وأيضا إبداعات شادي القرفي في هذا المجال بمشاركة فنانة أسماء بن أحمد وفنان حسن الدوس وكذلك فنان سامر عبد الجواد اللي هو تعرف اللي هو
يعني كان وجه غذائي ولا زال، خاصه بدايه الثمانينات، اغاني عبد الحليم عبد حافظ. الحليم حافظ نعم جوستومون. نعم وبطبيعه الحال اداه هو اوركسترا تونس لشادي الجربي. بطبيعه الحال هذا العرض ان شاء الله معناتها باش يكون مفاجاه باعتبار قيمه الاصوات الفنيه اللي متواجده. اسامي كبيره في الاول ولا حتى في الثاني؟ معناها في العرض نعم. الموسيقي الاول والثاني زاد ومازال. مازال مازال هو مازال. العرض هذا مش يكون يوم 8 أفريل في قاعه الاوبرا. عرض اخر اللي هو عرض البوخ لحاتم النجمي. العرض هذا هو انتاج من لحاتم النجمي، هي مراوحه ايضا موسيقيه مسرحيه، فيه يعني مجموعه من المسرحيين جمال المداني الى جانب بطبيعه الحال عناصر بعض الفرق الوطنيه وكذلك بالي الرقص في مسرح اوبرا تونس، ايضا في سهره الناي للفرق الوطني الموسيقي بقياده انيس القليبي. حبينا انه بعض الالات الموسيقيه اللي هي عندها يعني قيمه فنيه كبرى في المجموعة الموسيقية. يظهر لي أول عرض بقيادة أنيس القليبي. نعم هو أول هو أول عرض. أول عرض وأول إنتاج بالنسبة لي هو أنه أولا تكريم لآلة الناي، وفي نفس الوقت العرض هو شيء يخص للناي وتكريم بعض الموسيقيين اللي اهتموا بهذه الآلة اللي عندها مكانتها في المجموعة الموسيقية. الحدث هو هذه السنة هو يعني تأسيس مهرجان مألوف المدينة المغاربي. في الحقيقة هي الفكرة جت عن طريق بيت المألوف بمدينة الثقافة. العرض هو اللي مش يكون بطبيعة الحال بيت المألوف بمدينة الثقافة، العرض بعنوان شيشتي يوم 12 أبريل في قاعة الأوبرا. هناك ايضا فرق ومجموعات المالوف والموشحات الموسيقيه سواء كان من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، وايضا بعض المجموعات المتواجده بتونس، وخاصه جمعيه الرشيديه مش تكون حاضره في هذا المهرجان. وايضا الاختتام ان شاء الله مش يكون مع زياد غرسه. جوستومون دونك خلي باش بسرعه باش نقول شنو اللي باش يكون في الايام اللي من بعد. يوم 13 فما ثلاثه عروض، فما مهرجان مالوف المدينه المغاربي زمان الانشراح لفرقه السرايا المالوف والموشحات والمنوعات الغنائيه من ليبيا، اندلسيات عثمانيه زاد محمد العثماني من المغرب. في نفس السهره الاربعاء 13 افريل فما مسرحيه دون كيشوت لشادلي العرفاوي في مسرح المبدعين الشبان 9:30 9:30 زاده في مسرح الجهاد باش تلقاو ايفازيون في نفس الليله لعزيز الجبالي. وفما عرض اخر للطفي العبدلي عنده برشا معرضش في تونس. لطفي العبدلي باش تلقاو في عرض نهار 14 افريل. كيف 14 افريل فما مهرجان مالوف، دونك فما متواصل هالمهرجان هذايا لجمعيه مقام من الجزائر قسنطينة تغني، مدار الطبوع زاد كيف هذا كل بمسرح الجهاد. 15 افريل مهرجان مالوف المدينه المغاربي الرشيديه عرض شارع الحب. 16 افريل النواله للفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه مع الفنان الشعبي معز الترودي. و 17 افريل الحضره، وعندنا برشا على الحضره سي محمد هادية هكا ولا؟ ايه دونك ان رونديفو يظهر لي يستنوا فيه برشا توانسه، ونتصور باش يكونوا برشا توانسه موجودين في السواغي هذيا العشاء نتاع الليل في قاعه الاوبرا 17 افريل الحضره الفضل الجزيري. مهرجان مالوف المدينه المغاربي كيف الاختتام نتاعو باش يكون مع زياد غرسه العشاء نتاع الليل قاعه الاوبرا. دونك هذه النصف الاول نفهم من هذا انه فما برمجه مزيد متواصله معناها هاي عمر من 6 الى 30 ابريل بثلاثة المسارح الموجوده بمدينه الثقافه. ما تنجمش تخير سهريه على الاخرى يظهر لي لهنا يا. والحمد لله هو الحقيقه ولكن نسبه كبيره انه البرمجه هي 80% هي من انتاجات الاقطاب الفنيه لمدينه الثقافه اللي ما قدمتش عندها مده عروض فنيه نظرا لجائحه كورونا. هذه فرصه على اساس انه الاعمال الفنيه اللي تنتج فيها في استديوهات مدينه الثقافه
تقدمها للجمهور. الإضافة هذه السنة هي هناك صالون أيضا أنا أقول مصغر هو للابتكار في الصناعة التقليدية، حابين الجمهور والزائر اللي مش يجي لمدينة الثقافة يكتشف، كانوا في المدينة العتيقة يعني معرض للصناعات التقليدية بكل أنواعها معناها بكل أنواعها، وفرصة أولا أنه يستمع يشاهد وفي نفس الوقت يكتشف الإبداعات الفنية في مجال تراثنا، وخاصة نحن على استعدادات للاحتفال بشهر التراث اللي تنظموا وزارة الشؤون الثقافية. وإحنا نعرفوا لو كادغ مليح في مدينة الثقافة قديش محليه وقديش معناها ينجم التونسي والزائر ينجم يلقى راحته بالكدا، ومعناها حتى الظروف المناخية البرة ما تنجمش تأثر الداخل بالكل دونك ينجم يجي ويتفرهد بالكدا يسهر كما قلت أنت يشوف كل ما هو تقليدي وصناعة تقليدية بمختلف أنواعها. وكيف كيف؟ تفضل. أنه مش يتم استغلال الكرة اللي موجودة في مدينة الثقافة البلورية من خلال تنظيم مسامرات رمضانية ببعض الوجوه الأدبية والشعرية وبعض القامات الفنية في تونس. وإن شاء الله معناتها كما تشوف ما فماش عروض مسرحية أو موسيقية بقدر أنه زاد الركز على الجانب الأدبي والشعري باش يكون موجود، إلى جانب بطبيعة الحال أنه هذه البرمجة تمشي مع خصوصيات شهر رمضان المعظم اللي أتمنى أن يكون معناتها شهر على مبارك على تونس جميعا. إن شاء الله دورة موفقة سي محمد الهيدي، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. السكوب اللي نقوله أنا فيه حفل تكريم بمناسبة مئوية وديع الصافي مع أنطوان وديع الصافي اللي هو ابن وديع الصافي. في حقيقة الأمر الفكرة جاتنا على أساس أنه هذه القامة الفنية العربية وديع الصافي اللي أعطى يعني للفن العربي بصفة عامة، وأيضا هو كان عنده علاقة حميمية كبيرة ياسر بتونس، فقلنا لما لا فكرنا في إنتاج مشترك بيننا وبين ابنه أنطوان وديع الصافي على أساس أنه نقدم حفل بمشاركة الفرق الوطنية للموسيقى وبعض الأصوات الفنية الشبابية التونسية. شكون التوانسة سي والله محمد؟ مجموعة من الأصوات الشبابية اللي موجودة في الفرقة الوطنية للموسيقى ما قاعدين إلى حد الآن، حابين أنه نخرجوا بعض الأصوات الفنية اللي موجودة على في مستوى واللي تنشط في الفرقة الوطنية للموسيقى. والحفل هو بالأساس 70% مشيئة أنطوان وديع الصافي اللي عنده صوت يكاد معناتها في مستوى صوت وديع الصافي. شكرا لك. إن شاء الله وقت باش تكون السهرة هذه؟ هذه السهرة مش تكون إن شاء الله يوم 23 أبريل في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم. وطبعا شيء الأجال نتاعها نزيد نمدوكم أكيد احنا باش تكون فما مداخلات ومواكبة خاصة بيان سور للمهرجان هذايا، خلينا نقولوا للسهرات هذايا، وبكل التوفيق لكم سي محمد. شكرا لك. شكرا لك، يعيشك ليلتك زينة، مكملين.